ضيفتي النهارده فنانه متميزه جدا، واحده من الموهوبين في السينما وفي التلفزيون، لما دايما بنشوفها بنصدقها، تشعر دايما فيها بالبراءه والصدق. ضيفتي النهارده اللي هبدا معاها حوارنا الفنانه المتميزه السوريه كندا علوش. الناس النهاردة فنانة أنا على المستوى الشخصي بقدرها جدا، وعلى المستوى الإنساني بحترمها جدا، لأن هي ليها دور كبير في مجال العمل الإنساني والتطوعي والتنموي. وعلى المستوى الفني الحقيقة أنا وغيري من الناس بنشوف أنها قدمت أعمال متميزة، فيها أفكار، فيها مفاهيم عايزة تطرحها. وعلى المستوى السياسي عندها مواقف محترمة جدا وعندها جرأة شديدة جدا، عشان كده أنا حبيت أنها أكون معانا النهاردة في واحد من الناس، لأنها فنانة ممتازة وملتزمة. كندا علوش أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور، سعيدة قوي أن أنا معاك النهاردة، وميرسي على المقدمة اللطيفة. أنا اللي سعيد بيك، والكلام اللي قلته في المقدمة أنا بقوله بناء على أسباب وبناء على حيثيات زي ما بيقولوا يعني. وانت الحقيقة من الفنانين اللي عندك موقف وعندك رؤية، ويمكن اكيد راجع لثقافتك ونشأتك وتربيتك. فخليني ابدأ بالبداية، ميلاد والنشأة في سوريا، احكي لي على بابا وعماما واخواتك، تربيتي ازاي؟ انا من اسرة، بابا دكتور طبيب أسنان، ماما مهندسة، عندي أخ بس واحد بدر، أخويا أصغر مني. من عيلة بتحب الفن جدا، بتحب الثقافة، فأنا تربيت أصلا مع أن هم مجالهم علمي، بس هم كانوا مهتمين جدا بكل حاجة ليها علاقة بالفن، بالثقافة، بالمزيكا. بابا من واحنا صغيرين بياخدنا نشوف مسرح، سينما، فكان الجو ده موجود في حياتي من وأنا صغيرة. تقريبا ذكرياتي كلها ذكريات لطيفة جدا، يعني ما كانش عندي أي شكل. كنت شاطرة في المدرسة؟ كنت شاطرة قوي، مش من النوع اللي بيذاكر خالص. شاطرة يعني، ولا زي كل واحد بيطلع الأول من ورا؟ لا كنت شاطرة، ما كل واحد يقعد هنا يقول لي بطلع الأول، يطلع الأول من ورا. لا ما كنتش بطلع الأولى عمري في حياتي، ما كنتش دحيحة خالص. خالص كنت شاطرة، كنت بفهم اللي بيتقال وبقوله بطريقتي. ما كنتش مش من النوع اللي بيحفظ صم يعني، ولا من النوع اللي بيذاكر قوي. ومش عارفة ليه ما كنتش بخاف، يعني كان عندي مشكلة إن أنا بشوف صحابي قبل الامتحانات بيخافوا ما يجيلهمش نوم وبتاع، انا ما كنتش حساسه قوي من الناحيه دي، وكان عادي بالنسبه لي. بس الحمد لله دايما كنت بنجح وبدرجات كويسه. بس اكيد كان في سؤال دايما يسالك، حبيبتي لما تكبري تحبي تبقي ايه؟ كنت تجاوبي تقولي ايه؟ ما كنتش اعرف، بص كنت تايهه، بس كنت متاكده ان انا مش عايزه ابقى ولا دكتوره زي بابا ولا مهندسه زي ماما. ما انا مش بحب المجالات العلميه، كنت حاسه ان انا مياله اكتر للمجالات الفنيه، لو مش فنيه فادبيه. ممكن كان ليا مزاج شويه كل حاجه ليها علاقه بعلم النفس والحاجات دي، يعني بحب شويه الفلسفه والحاجات دي. فكنت من وانا صغيره بحس ان انا لا مياله اكتر للحاجات اللي فيها اي حاجه فيها حاجه ارتستيك يعني اكتر. امتى حسيتي بكده؟ يعني في سن كام سنه بتحبي بدات؟ من وانا صغيره جدا. بص لما نقعد انا واولاد صحاب اهلي وبتاع صحابنا، كنت دايما بحب فكره ان احنا نقعد نالف مسرحيات ونعمل ونقدم، كنا يعني اهلي وصحابهم نعمل لهم مسرحيات. يعني مثلتي ايه مثلا في البيت؟ بص انا كنت بقرا شكسبير وانا صغيره فعلا، فكنا نقعد نعمل روميو وجولييت، نعمل مسرحيات حاجات شكسبير. بس انا ما كنتش بمثل، انا كنت دايما بعمل دور المخرج، يعني كنت لازم الف واخرج ولازم انا كلمتي اللي تمشي. فده ده اللي كنت بحس وانا صغيره ان ده ميولي يعني.